اي اللاعبين لفتوا نظرك في هذه البطوله؟ اي اللاعبين شايف انه لهم جزء كبير في وصول المغرب لهذه النقطه من كاس العالم؟ شوف انا يمكن شوف لما تكون نتائج بهذه الطريقه وتكون العرض بهذه الطريقه فكانت يعني ما كتديرش الاستثناء فجميع العناصر انا ولكن بامتياز المرابط وعندك الحارس بونو طبعا بونو والمرابط وزيد عليهم هذا النصيري طبعا فهادو قدموا عروض في المستوى المطلوب صحيح يعني في 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 مردوديه ايجابيه كبيره صحيح فهمتي باقي العناصر قد تبعت العرض ديالها يعني بالشيء اللي كيطلبوا الناخب الوطني وقدموا المردوديه الايجابيه.